بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف ازاي هنقدر نقيس الجهد والتيار باستخدام الديجيتال مالتيميتر. طبعا احنا معانا هنا برنامج التينكر كاد، يعني هو شبيه بالظبط لللاب. تمام، طبعا دي البريد بورد هنشتغل عليها. خلاص هنوصل عليها دايره بسيطه خالص، دايره سيريز، وهنشوف ازاي نقدر نستخدم الديجيتال مالتيميتر عشان نقيس التيار اللي ماشي في الدايره والجهد على المقام. طبعا اول حاجه انا بدور على الكومبوننت بتاعتي. اول حاجه انا بحتاجها مصدر الجهد بتاعي. تمام، باور سورس. خلاص طبعا الباور سورس ده بيطلع لي جهود مختلفه. طبعا نفس الكلام ده موجود في المعمل بالظبط. انا دايما بوصل الطرف السالب هنا، ده كله نفس النقطه. خلاص وده بالنسبه للطرف السالب. ممكن برضه اديله اللون بتاعه، الكولر كود بتاعه المفروض باللون الاسود. نفس الكلام برضه الطرف الموجب، خلاص هديله الكولر كود بتاعه يبقى اللون الاحمر. خلاص دي اول نقطه. بالنسبه لتاني نقطه، انا عايز اوصل دايره عباره عن طبعا الدايره لو احنا رسمناها الاول، الدايره دي عباره عن بطاريه وفي مقاومتين متوصلين سيريز مع بعض، بحيث المقاومه دي 5 كيلو اوم، وهنا 10 كيلو اوم، وهنا المفروض عندي الجهد بتساوي 10 فولت. خلاص فده انا عايز اوصل الدايره دي كلها على البريد بورد. طبعا نفس الكلام برضو بنعمله في اللاب، يعني نفس التوصيلات اللي هنعملها دلوقتي هي نفس التوصيلات اللي احنا بنوصلها في اللاب. طبعا انا اول حاجه بالنسبه لي طبعا ال 10 فولت ده هتبقى ده المصدر بتاعي، 10 فولت احط هنا كده 10. خلاص تاني حاجه ان انا اجيب الايه، اجيب المقاومه بتاعتي. طبعا انا عندي مقاومه اهي، احتاج مقاومتين، فاجيب انا ايه مقاومتين. اول مقاومه هتبقى قيمتها 5 كيلو اوم. خلاص وتاني مقاومه 10. خلاص طيب انا عايز اوصلهم سيريز مع بعض. طبعا المقاومه دي طبعا انا عندي هنا التوصيلات الداخليه ده كله متوصل لنفس النقطه، وبعدين في هنا فراغ، وبعدين في ايه العمود التاني. فانا ممكن اعمل كده، ممكن اجيب المقاومه دي الفها عن طريق الار، اضغط على الار. خلاص والمقاومه دي نفس الكلام، انا طبعا متوصلهم سيريز. يعني ايه سيريز؟ تعالى نمسك الدايره دي واحده واحده. الطرف الموجب بتوصل مع الطرف الاول المقاومه 5 كيلو، ده الطرف الموجب توصل مع المقاومه او الطرف الاول المقاومه. خلاص تعال نخلي التوصيلات الداخليه بلون مختلف، خلي بلون الاخضر مثلا. الطرف الثاني للمقاومه متوصل مع الطرف الاول 10 كيلو، الطرف الثاني للمقاومه اهو متوصل مع الطرف الاول 10 كيلو. يبقى احنا خلصنا التوصيله دي. باقي التوصيلة دي من هنا 10 كيلو لحد الأرض، يبقى أنا ماشي من هنا 10 كيلو وأروح لمين؟ وأروح للجراوند كده. خلاص التوصيلة بتاعتي خلاص. طيب تيجي نشغل الدايرة ونشوف. لو احنا عملنا هنا run simulation طلع عندي طبعا هو طبعا القراية المكتوبة هنا ده التيار اللي ماشي في الدايرة بالكامل، التيار الرئيسي. يعني انت حتى احنا ممكن نحسب الموضوع ده لو عايزين نتأكد ان شغلنا صح حاليا دلوقتي، ده التيار الكلي. طيب تعالى نحسبه كده بالحسابات او باستخدام قانون اوم. احنا ممكن نقول هنا ان انا عندي التيار الكلي بتساوي 10 اللي هي في على المقاومه الكليه. المقاومه الكليه عباره عن مجموع المقاومتين لانهم سيريز، ف 5 زائد 10 يدينا 15 كيلو. تمام، ده طبعا لو انا حسبته بالآلة الحاسبه. نجرب نحسبه كده بالآلة الحاسبه ونشوف النتيجه عامله ازاي. طبعا انا دلوقتي هقسم ال10 على 15 في 10 أس 3، تلاتة اطلع رقم كبير اضربه في 10 أس 6 يديني بالظبط 6 6 6 مايكرو امبير. طبعا الرقم ده هو نفسه مين الرقم ده، فاحنا شغلنا صح. طيب احنا عايزين نطلع، طبعا احنا طلعنا عن طريق القياسات قيمة التيار عن طريق الكالكيوليشن قيمة التيار. طب تعال نجرب الكلام ده ونثبته بالديجيتال مالتيميتر. تعال نجيب الديجيتال مالتيميتر كده، لو انا رحت الديجيتال مالتيميتر وموجود تحت اهو. خلاص الديجيتال مالتيميتر فيه امكانية ان هو يقيس الجهد ويقيس التيار ويقيس المقاومة. طبعا عايز اقيس اول حاجة التيار، فانا اختار هنا ايه امبير.
خلاص. دايما لما اجي اوصل ال دايما لما اجي اوصل الفولت ميتر او ديجيتال مالتي ميتر عشان اقيس التيار لازم اوصله سيريز. يعني لو انا عندي الدايره كده خلاص وعايز اقيس التيار اللي ماشي فيها، فانا بعمل فيه بريك، بعمل بريك في اللوب بتاعي واحط الديجيتال مالتي ميتر هنا، طرف هنا طرف هنا، بحيث ان التيار هيمشي فين؟ هيمشي في الديجيتال مالتي ميتر، فلازم يكون سيريز ان سيريز مع الدايره. طيب نعمل الكلام ده، انا عايز اوصله سيريز مع الدايره، اشوف عندي اي نقطه اعمل لها بريك. ممكن النقطه دي طبعا متوصله مع مين؟ مع الطرف الاول المقاومه دي، فانا اقول له ايه؟ لا زحفها لي كده وهات لي طرف من هنا احطه كده، والطرف التاني وصله لي ايه؟ كمل بيه الدايره بتاعتي. تمام. طيب لو جيت شغلت المفروض هيديني كام؟ هيديني التيار اللي ماشي في الدير اللي هو 667 مايكرو امبير. يبقى كده صح، يبقى عن طريق الميجرمنت القياسات وعن طريق الكالكوليشن كده اثبتنا ان التيار هو ايه؟ نفس التيار بالظبط. طيب عايزين نقيس الجهد، نقيس الجهد ازاي؟ طب نجيب ديجيتال مالتيميتر تاني. طبعا الجهد لما نيجي نقيسه خلاص، تعال نشوف مثلا الدايره دي، نشوف مثلا الدايره دي تمام، نشوف الدايره بتاعتنا نفس الدايره دي بالظبط، هي دي. لو انا جيت اقيس الجهد لازم الجهد يتوصل ان بارل، يعني مثلا لو انا عندي ده ديجيتال مالتي ميتر بتاعي خلاص، بوصل طرف يعني من غير ما اعمل بريك للدايره طبعا، بوصل الطرف التاني حوالين المقاومه خلاص. نفس الكلام عايزين نعمله، تعال نبص كده نعمله ازاي. دي عندي طبعا اول حاجه لازم اظبطه على قياس الفولت، هو متظبط على قياس الفولت، عايز اقيس الجهد هنا، فاجي هنا اقول له كده طرف من الديجيتال مالتي ميتر احطه على الطرف الاول المقاومه، والطرف التاني احطه مع الطرف التاني ايه للمقاومه. تمام. لو انا عملت ستارت الاحظ ان الجهد هنا بكام؟ بتلاتة وتلاتة فولت. طب تعالى نثبت الكلام ده بشكل بشكل ثيوريتيكالي خلاص. هنجيب هنقيس طبعا، هنحسب، احنا عايزين نحسب الجهد هنا عن طريق قانون اوم. طبعا الجهد بتساوي التيار مضروب في مين؟ مضروب في المقاومه، بيساوي طبعا التيار اللي عندي كل بكام؟ 3/6 مايكرو مضروب في المقاومه، المقاومه بكام؟ 5 كيلو. طبعا ده لو انا ضربته في الاله الحاسبه المفروض يطلع لي نفس النتيجه اللي طلعت لي بايه؟ بالقياسات، يعني 3/6 × 10 اس سالب 6 في 5 × 10 اس 3، تطلع طلعت معايا في الاله الحاسبه بكام؟ طلعت 3.33 فولت. يبقى ده كده معناه انه شغل صح، كالكوليشن صح، والقياسات بتاعتها مظبوطه. طيب تعالى نعمل نفس الكلام مع مين؟ مع المقاومه التاني. تمام. نجيب ديجيتال مالتي ميتر تاني خلاص، نفس الفكره، عايز اوصل طرف المقاومه دي والطرف التاني اوصله مع المقاومه دي. تمام. واعمل ستارت او ران خلاص. طبعا نفس الكلام في المعمل، لما اجي اوصل احاول قد ما اقدر ان اوقف الباور ماشي، واحط الديجيتال مالتي ميتر وبعدين ايه اشغل اللي يعمل تيرن اون الباور سبلاي تاني عشان ما حصلش مشاكل يعني. خلاص طلع معايا كده الجهد بكام؟ 6.67 فولت. تعطيني نحسبها، تعالى نحسبها نفس الفكره بالظبط. تعالى نغير اللون مثلا، نقول له احنا عايزين نجيب الجهد التاني، فانا بقول له كده ان الجهد عند المقاومه التانية ال 10 كيلو بتساوي نفس الكلام، التيار في المقاومه بتساوي التيار بكام؟ 6/6 مايكرو امبير مضروب في المقاومه دي بكام؟ ب 10 كيلو بيساوي، طبعا نضربهم في الآلة الحاسبة المفروض تطلع النتيجة 6.667، يبقى 6/6 × 10 أس سالب 6 نضربها في كام؟ نضربها في 10 × 1000 تطلع فعلا بكام؟ نفس قيمة الإيه اللي طالعة معانا في ديجيتال مالتي ميتر، 6.66 فولت. فكده نفس القيمة دي هي نفس القيمة اللي طالعة لي فين؟ اللي طالعة لي من الديجيتال مالتي ميتر، هي الست بتاعتي إيه؟ مظبوطة. يبقى أنا دايما لما أجي أقيس في اي دايره كهربائيه عايز اقيس التيار احطه ان سيريز مع الدايره. تمام. لازم اعمل بريك زي ما عملنا هنا، ولو انا حابب اقيس الجهد احطه ان بارلل، يعني لازم يبقى موازي للمقاومه. تمام. يا رب يكون كده الشرح واضح ان شاء الله.